تحية طيبة لكل زوار بوابة أسغلغان الإخبارية سيغانغان.نت. إذن يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بحضارتكم اليوم هنا مباشرة من مدينة بيك نواحي برشلونة مع حلقة جديدة من برنامج مع الجالية. فكما تعلمون فإن بوابة أسغلغان الإخبارية منذ انطلاقتها تسعى دائما لمواكبة وتتبع الأخبار المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بمختلف البلدان الأوروبية. إذن الآن تواجد ديالنا وتواجد بالمنطقة ديال كاتالونيا خلنا أننا نحاول نواكب النشاط ديال مجموعة من الفاعلين الجمعويين ومجموعة ديال الممثلين والجمعيات النشطة داخل هذه المنطقة على أساس مواكبة كل ما يهم كما قلت للجالية المغربية بإنجازاتها وإكراهاتها وكل بايهم المغاربة المقيمين هنا في كاتالونيا. إذن ضيف الحلقة ديال اليوم من برنامج مع الجالية هو الأستاذ جبل مزياني اللي كنشكروه بالمناسبة وباسم طاقم الموقع على تلبية الدعوة ديال الموقع على أساس أنه يكون ضيف الحلقة ديال اليوم. بالمناسبة الأستاذ جبل مزياني هو من منحدر من مدينة وجدة ولو انه عاش واحد الفتره على ما اعتقد في الجزائر، والهجره ديالو هو هنا في كاتالونيا تقريبا لما يناهز 3 ديال العقود على اعتبار انه هاجر لاسبانيا والكاتالونيا في اواخر الثمانينات بالضبط في سنه 1988. الهجره ديالو كانت بالاساس من اجل متابعه الدراسه في التخصص ديالو اللي هو بي سي او في فيزيك شيبيك، والتواجد والإقامة ديالو هنايا يمكنه من أنه يعتمد على التكوين الذاتي ديالو في مجموعة من التخصصات سواء في الإعلاميات ولا في الاقتصاد. وكما قلت كذلك أنه التواجد ديالو هنايا خوله أنه يشارك أو ينخرط في المجتمع المدني وكذلك حتى في العمل السياسي وفي الحقل الديني اللي هو بالمناسبة رئيس المركز الإسلامي هنا ببيك منذ تقريبا 15 سنة، وكذلك ناشط جمعوي بمجموعه من الجمعيات هنا بمنطقه اصولا. وكانت البدايه ديال مجموعه من الجمعيات الكاتالونيه مثل جمعيه كاتالونيا بلورال او الكاتالونيا المتعدده، وكذلك مجلس مغاربه اصولا اللي كيضم مجموعه من الجمعيات والمساجد هنا بالمنطقه، وكذلك عنده مجموعه من الانشطه الرياضيه خاصه المشاركه في كره القدم. وكما قلت كذلك عنده تجربه في المجال العمل السياسي اللي غنتعرفوا عليها من خلال الاطوار ديال هذا الحوار. اذا كما قلت اللقاء وهذا البرنامج الحواري غادي نستضيفوا فيه السي جمال المزياني رئيس المجلس الاسلامي المركز الاسلامي عفوا ببيك، ومن خلاله من خلال الاستضافه ديالو غادي نحاولوا نطرقوا على مجموعه من المواضيع اللي كتهم المسلمين ولا الجاليه المغربيه هنا بكاتالونيا. في البدايه السي جمال مرحبا بك، كنشكرك على قبول الدعوة باش تكون ضيف ديال البرنامج ديالنا برنامج مع الجالية على الموقع الإلكتروني سيغانغان.نت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك أيضا أنت في بيت الله، حنا في بيت الله سبحانه وتعالى، فمرحبا بك عندنا أيضا. شكرا الأستاذ جمال المزياني. إذا كما جاء في التقديم ديالي فكان لكم الشرف أنكم ترأستوا المركز الإسلامي هنا في مدينة بيك لمدة يعني تقريبا 15 سنة. واش يمكن تهضر لنا كبداية كيف جات الفكرة ديال التأسيس ديال هذا المركز، المركز الإسلامي، وشنو هي الأهداف اللي كتحاولوا تحققوها عفوا من خلال إنشاء ولا التأسيس ديال هذا المركز؟ حقيقة هذه مسألة فطرية كما نقولوا حنا المسلم عندما كيكون في مكان يعني كي بعد الهجرة كتكون في واحد في بلد غير مسلم، ما فيش المكان فين يتجمعوا المسلمين، ما فيش المكان فين يتلاقاو المسلمين، فكاش كاين اماكن كانت مقاهي ولا يعني كنتكلمك على مدينه بيك مثلا حتى في البدايه ما حتى المقاهي تاع المغاربه ما كانتش، كانت تقريبا كلها ديال الاسبانيين ولا الكاتالان فقط، اما المغاربه هذه بعد مده عاد بعض شي وحدين حتى انهم داروا يعني ماشي قهوه بمعنى المقهى، داروها يعني حتى خماره وكذا، فالمسلمين ما كانش عندهم فين يجتمعوا فين يديروا فين يتلاقاو، يعني كل واحد يعبر على المشاكل ديالو والمشاكل ديالو، لان بيت الله سبحانه وتعالى ماشي هو بالمعنى البيت،
اللي كنحب المغرب كنشوفو بيد الله سبحانه وتعالى في بيت ان عبادات فقط. انا حنا لا هنا في بيت كنعطوه به الحقيقه ديالو الدور ديالو الدور ديالو ان الدور ديالو سيكون دور اجتماعي دور سياسي كاع سياسي بمعنى سياسي بمعنى فقه الواقع هذا هو السياسي بمعنى ماشي ان غادي تشي يعني مثلا كل واحد هو حر في المشاركه ديالو ولكن بمعنى اننا عايشين في مجتمع مختلف تقاليد دين كل حاجه خصنا كيفاش نتفاعلوا معاهم كيفاش نحسوا راسنا حنا مندمجين معاهم بمعنى الاندماج الايجابي ماشي السلبي. فهذا هو الدور ديال المجتمع بيض الله سبحانه وتعالى هو فكره اول حول المسلم انه كيفاش يعني اولا العباده الله سبحانه وتعالى باش كاينين حنا كمسلمين يعني مساله العبادات يعني مساله فرض على المسلم انه خصو يصلى الجماعه وكذا كذا يعني الجماعه يعني مساله فطريه فينا المسلم اي خصو يجتمع باش تكون قوه لنا هذه من حكمه الله سبحانه وتعالى جعل بيت الله سبحانه وتعالى للجمع الجامع يعني الجمع. فكانت فكره ضروري اول حاجه نبداو الناس كيفاش تلقاو فين غنصلوا الجمعه نصلوا الخطاب كذا كذا يعني خاصه كنهضروا في هذا الزمان ما كان لا انترنت ولا بارابول ولا حتى شي حاجه يعني كتحس راسك واحد الغربه كبيره. دابا الحمد لله راه تغير داكشي كلشي يعني كلشي قريب يعني الانترنت والبارابول. ولكن واحد الفتره ملي جيت هنايا حقا فتره صعيبه صعيبه بزاف وديك هي الحمد لله بدا كل كيفكروا الناس كيفاش نديروا ندوروا مكان محل نجتمعوا فيه نصلوا فيه يعني كان قبل هذا المسجد كان واحد المحل صغير بداو فيه يصلوا فيه كان غير الكيلاء فقط. مع المدة الحمد لله جاب واحد المحسن شرا واحد الدار هناك الوقت كانت الإمكانيات باش نجمعوا فلوس باش نشرو دار ولو كانت رخيصة ماشي ثمن كبير ولكن الله سبحانه وتعالى جاب سخر الإنسان واحد المحسن شرا واحد يعني هاد الدار كانت قديمة وهبها لبيت الله سبحانه وتعالى وهذه البداية كيفاش المسلمين بداو الحمد لله بدينا نصلوا صلوات الجمع الجمع خمس صلوات بعد الجمعة وهكذا يعني الانطلاقة كانت منا ومنها كنفكروا كيفاش ندرسوا الدراري يعني الأطفال نقروهم ندرسوهم العربية وكيفاش الدين وعيهم لنا غادي يطلع حنا ولو أن 88 كانت يعني الجيل الأول ما كانش أطفال تقريبا قليل يعني نقول من عديمة ولكن في هذه الفترة كانت يعني المستوى يعني بداو التجمع العائلي بعد هذه الهضره اللي بعد التاشيره يعني انا قبل التاشيره كانت يعني مشاكل كثيره الناس ما كانش عندهم ورق ولكن بعد التاشيره يعني الناس بدات تستقر بالاوراق ديالهم هكذا هكذا الاوراق ديالهم هكذا فالحمد لله يعني الناس استقرت ومشات في اتجاه يعني الناس التجمع العائلي والزواج هكذا ولا الاطفال ونفكروا بعيد نفكروا كيفاش الاطفال كيفاش غادي يكونوا كيفاش الاطفال غادي يكونوا في يعني في التدريس ديالهم اللغه العربيه وكذا يعني الفكره هي هذه. اذا سي جمال كما قلت الحديث ديال على المركز الاسلامي كيجرنا الحديث على الواقع الحال ديال المسلمين بمنطقه كاتالونيا ولا بالخصوص هنايا بمنطقه اوسونا. انتم بحكم التجربه ديالكم والاشراف ديالكم هنايا على الجانب الديني كيفاش كتشوفوا الواقع ديال المسلمين بالخصوص هنايا في المنطقه ديال اوسونا؟ الواقع المسلمين كي تجي تحلو يعني ما كاش اختلاف كثير ما كاش اختلافات كثيره يعني بين اوسونا ولا هاميلا ولا على كاتالونيا عموما ولا اسبانيا عموما ولو على اوروبا عموما. الفرق اللي على اوروبا مثلا يمكن كان هذاك الجيل نهضروا على الجيل الثالث الجيل الرابع ماشي هو الجيل الاول يعني الا تكلم على الجيل الاول مثلا فرنسا وهولندا وبلجيكا فهو نفس المشاكل اللي فات بها يعني مع الاسف يعني باقي هذاك الشيء ولو اختلف يعني اختلاف كمشي نقولوا جوهري انما يعني الجيل اللي غادي يطلع بعد الجيل الثاني ماشي هو الجيل الاول بمعنى الكومونيكاسيون العلاء التواصل مع المجتمع اللي عايش فيه ماشي هو نفس ولكن باقي كما نقولوا حنا مخلفات الاستعمار حنا باقي على مخلفات الجيل الاول باقي هذه يعني حنا مرسخه عندنا ماشي سهله باش تغيرها وكاع لينا ظروف الواقع هذا هو لا غير بين قوسين بغي نقول لك حنا المركز الاسلامي عشان قعدت واحد المده كبيره اننا ماشي هنا انا واحد الوقت يعني بعد فتره انا حاولت نخرج بقى الحمد لله هنا انا كنديرها لله سبحانه وتعالى ما يعني لا نطلب لا جزاء ولا شكر انما كنتعاملوا لله سبحانه وتعالى كان كيفاش نجدوا الناس ولكن الناس قال لك لا سقطت الصبر معنا ما يعني داروا انتخابات انتخابات حره من بعد عاودوا انتخبوني ولو انا بغيت نخرج قلت لا تكون مع تكون ف
فلذلك نتمنى يكون شي ناس اخرين يتحملوا المسؤوليه، وحنا كنجتهدوا على الشباب خاصه هما اللي خص يتحملوا المسؤوليه، وخاصه دوك اللي طالعين هنا في هذا الوقت كيقراو هنايا من حيث ما بقاش عندهم مشكل في اللغه، ما عندهم مشكل كان التواصل. يعني حقا بديت انا كنكون كناطق الخارجي، يعني علاقه مع الامن، مع البلديه، مع الصحافه. ف وحنا يعني الحمد لله مستمرين في هذا العمل. والواقع نرجع للكلام اللي قلت السؤال ديالك، يعني الواقع حقا صعب صعب، وزاد يعني هو كان صعيب ولكن زاد صعب. ولو يعني الحيثيات العالميه كيفاش واقعه، يعني النظره الاسلاموفوبيه في الجزائر، العنصريه على الاسلام والمسلمين، يعني كاين تاريخيا الا كنهضروا على كاتالونيا ولا اسبانيا، يعني كاين واحد العقده تاريخيه على المسلمين عن هنا، لانك تعرف الفرانكو الحرب الاهليه يعني استخدم بزاف شمال المغاربه في الشمال استخدمهم باش يتعدوا على الناس باسم الدفاع ضد، خاصة كان هناك فرق بين اليساريين والرخص بين اليساريين واليمين المتطرف ديال الفرانكو. فبقات مرسخة عندهم خاصة الجيل الكبير، يعني الناس كبار القديمين بقات مرسخة عندهم على هذاك العربي والمغربي، يعني واحد الكره باقي، انما الجيل هذا بدا شوية ينساه، ولكن كانت هذيك العقدة. وحنا جينا ضحية كما نقول، حنا ضحية أي حاجة كيوقع كاين على المسلمين، وما غاش نحمل كاع يعني العنصريه كلها لهاد البلاد ولا الناس، كنتحمل المسؤوليه ايضا فهمتي، لان حتى حنا ماشي ما كنعطوش واحد الصوره، يعني صوره حقا مع الاسف الصوره اللي خصنا نعطوها على المسلمين على بلادنا وعلى الثقافه ديالنا، كانت واحد الصوره سلبيه، فشي طبيعي باش تكون يعني كما نقولوا حنا كنغديو شويه على هاد العنصريه. فعلا سي جمال، اذا كما طرقتي في الكلمه ديالك، يعني الحديث على الصوره ديال الاسلام اوروبا ولا في الغرب بصفه عامه، كيجرنا للحديث على ظاهره الاسلاموفوبيا او الخوف من الاسلام. كيفاش كتشوف انت هذه الظاهره هنا في كاتالونيا؟ واش كاين شي تزايد ولا احنا كنا في هذه شي اسبوع كنت في واحد المحاضره، كنت لقيت انا واحد مغربيه في هذه القضيه الاسلاموفوبيا، كان تقريبا غير كاتالا ما كانش حضور مغربي، كان غير الكاتالا اهل البلد. فالاسلاموفوبيا هي كانت ولكن زادت، يعني الا ما قلنا ما بعد 11 سبتمبر ولا بعد احداث ديال اسبانيا ولا بعد، هي كانت ولكن كانت بواحد الطريقه يعني غير يعني ماشي ظاهره، واحد الظاهره كتعطيك فيهم، ولكن كانت انا عشتها وعارف نعرف، يعني يمكن ما نعيشهاش مباشره، ولكن يعني كاين كما نقولوا حنايا التاثيرات اللي كنشوفها ولا بتجبدي على العيش في وسط المجتمع هذا. وخاصة كنا في السنوات هكذا كان مثلا الكراء للعرب والمسلمين، يعني حاجة يعني صعيبة الكراء، حتى العمل كان العمل يعني توا غير العمل اللي حاجة ما قليل تبقى عمل، يعني وكان حتى كانت النسبة وباقي هذاك الشيء باقي، انما واحد الطريقة هما هنايا كيما نقولوا حنا سوفوبيا دبلوماسية، وما عمر ما غادي يقولها لك في وجهك ولا غادي فهمتي يعني لا تنتظر العنصريين هذوك العنصر الوقحين كيتكلموها. ف هي اسلاموفوبيا، ولو ان الاحصائيات كتقول لك يعني كاين واحد 5% في اسبانيا عموما، كاين كاتالونيا فالنسيا وكومونيا ديال مدريد، هادو كيعتبروا من العنصريه، وبعض في الاندلس، ولكن هادو يعتبروا من بالنسبه المئويه العنصريه، ولكن كيقولوا خرجوا بعض المسؤولين السياسيين كيقول لا هذا غير نسبي ماشي حقيقه ماشي كذا كذا. المهم حنا ما ندخلوش في الجدال هذه واش حق هذه احصائيه صحيحه ولا ماشي صحيحه، ولكن الواقع كيعطينا هذه المسائل. ولكن في نفس الوقت ما نجي نقدر نقول لك يعني راه اسلاموفوبيا بواحد الظاهره يعني صحيح باينه، يعني عاود ما نظلمش حتى شي واحد، كما دابا كنقولها الكاتالان كنقول يعني واش السؤال هو واش الكاتالان كلهم عنصريين؟ كنقول لهم لا. واش كاين عنصريه؟ هي كاينه. واش ولكن كلهم عنصريين؟ لا، هذه خطا، يعني معادله غير صحيحه فهمتي. لذلك كاين الحمد لله كاين اللي كيتحرك دابا ضد الاسلاموفوبيا كلهم كاتالان مع الاسف، يعني انا نعطيك كمعلومه، الا مشيت المجموعه اللي ضد واحد المجموعه اللي معاهم هما كاتالان، وفيهم حتى يهودي، يعني يهودي ضد العنصريه والقضيه الفلسطينيه، عنده غيره مع الاسف ما عندناش حنا.
وكلهم واحد المغربيين كان داخل معنا فقط. اذا هذا اسم الهوبيا كيتحركوا لها ليها حنا هما اكثر من المسلمين. يعني المسلمين غايبين على ما الاسف الوعي بزاف دخل يعني بزاف عند عوامل كثيره فهمت، عوامل قديمه جايه من المغرب، عوامل ثقافيه، عوامل بزاف مزائي اللي يخلي الناس ما عندهمش هذيك المشاركه في 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 اظهار الحق. حتى مع الاسف حتى في المساجد، انا كمسؤول المسجد انا بعض الاحيان كنحقق كنناقش بعض المرات مع الامام ولا مع اي واحد، يعني بعض المرات شي مواضيع خص تعطيه واحد الصوره، تعطي واحد الموضوع خص تجيبو، يعني ماشي موضوع يعني مثلا هنايا اش الموضوع غادي نهضرو في الرشوه، يمكن واحد بالنسبه لينا حنا قليله غير ملي كتمشي للديوان هذا ولا غادي تروح بصح حنايا الرشوه ما عندناش هذا المجتمع، ما كاينش يعني متجاوز هذا متجاوز هذه الظاهره. حنا سول شي اي واحد قول له واش مشيتي شي اداره وعطيت فلوس عطاو شي حاجه اللي ما كايناش يمكن شي حاجه شي رشوه حاجه كبيره ولا شي مصالح كبيره ولا الله، ولكن حنا كمواطن عادي يمشي يجيب عنده الحق ديالو والقيد والو ما لا نقاش فيها ولا جدال، حقه حقه الا ماشي حقه ماشي حقه، يعني هذه مساله طبيعيه. ولكن باش نجي انا هنا ندير الموضوع على الرشوه ونعاون الجهر مرات ثلاث مرات كنشوفها، يعني في الوقت اللي خصنا نتكلموا على كيفاش نعرف الواقع، كيفاش نعرف الاخرين كنجتمع مجتمع، يعني ندو غير سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، يا يعني انا بغيت اعطيهم السيره فهم له السيره مع الاسف كنعطيو السيره ما عطيناهمش الصوره ديال السيره. الرسول صلى الله عليه وسلم دار اول دستور داروا في المدينه، جا لقى مجتمع مختلف ما بقاش كلهم مسلمين، جا لقى يهود في القبائل المعروفه، لقى فيهم عاد مشركين باقيين، وفي بعض الطوائف قليله مسيحيه. واش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هنايا اسمعوا حبيبي دابا كيوسخوا في الاسم ديال عائشه راه الاسلام كذا ولا نقطع لكم الرسالة، يا ما كايناش كاع. الرسول صلى الله عليه وسلم دار دستور سميته هذيك المواطن، هذاك هو اول دستور تاع المواطنين، ها الحقوق ها الواجبات ديالنا، كل واحد يحترم ديالو، كل واحد ها هو العباده ديالك هكذا كذا، ولكن كل واحد يحترم في المجتمع. يعني هذا اللي خصنا نعطيوه، نعطيو هاد الدروس لهاد الناس باش الا كان غير المسلم يسمع هاد الدروس يقول للناس هذا شوف هذا هو الاسلام حاجه. ولكن حنا اغلبيه كنهضرو غير قطع الجدين قطع الجدين، يعني يدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياه ديالو كاع اللي دارت الحكم كما نقولوا حنا القصص كان في ثلاثه تاع النساء ولا اربعه، وبرغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لهذيك المراه يا رسول الله قالت راني زنيت، كيقول لها يا مشي راك غير تخيل لك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيبغي يبعد عليك. ولكن حنا لا حنا كنكثروها كنكبروها كنزيدو خصنا يعني حق عندنا مشكل يعني مش يسموها بيا كان انا دائما كان هذا التحليل ديالي التحليل الخاص، يعني التحليل الخاص دائما في النقاشات داخل بعض المرات في لقاء الاتحاد الجمعيه الاسلاميه، يعني شي وحدين كيشوفوا انه لا يعني كيشوفوا انه هو هذا العدو هو اللي كيدير لنا هذا الشيء وهذا كذا، ولكن العدو ما يمكنش احنا اغبياء لحد الدرجه، هذا كاين عدو يبقى عدو، والشيطان ماشي عدو، الشيطان عدو، ولكن الله قال لكم لا ما غاديش يسيطر عليكم اذا كنتوا اقوياء وكنتوا مواجهين ما غادي يدير لك والو. في نفس المشكل احنا نكونوا في المستوى هذا غادي يتاثر، انا عاقل نتفكر هذا غير بين قوسين، كان جات عندنا واحد كان واحد الصحفيين وجا واحد شي اساتذه المهم جاو يعرفوا على الاسلام كذا وعرضناهم يجوا للمسجد، وبقى يتكلم معايا واحد ما عقلش هذاك الشيء، بقى يتكلم معايا وقال له قلت له ولدي انا بغيت نعطيه يعطي ما الاسلام الرحب الاسلام اللي تاع الاسلام تاع العدل الاسلام تاع لان هذا خاص تهضروا في العدل ماهوش الحلال والحرام والحلال والحرام، يعني ما هذولا علقني انا الحلال والحرام حتى ملي تكون عندك ايمان بالله سبحانه وتعالى هضر الحلال والحرام، ولكن واحد لا بعيد على هذا الدين تهضر الحلال والحرام يعني المساله هذه نهضروا على العاد نهضروا على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كيتعامل معهم غير المسلمين كيفاش تعامل معهم كيفاش ف والصحابة كيفاش هو يقول لي يعني قلت له كاين هاد الكتب عصوني على الكتب تما كاين السيرة وكذا، ويقول لي جمال قال لي انا بغيت نشوف يعني نشوف هاد الصفة اللي كتقول لي نشوفهم يعني في الأرض يتحرك مسلمين، وفكرني سبحان الله فكرني بكلام عائشة رضي الله عنها يسولوها قال عائشة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم هي الزوجه ديالو عايشه معاه يعني قالت كان القران يمشي ديالو، قلت لهم انا واحد المره مسلم قلت لهم واش حنا نجمو نقولوا حنا رانا القران يمشي هادي راه يمشي لا ناعس وما حتى ناعس وما كاينش فهمتي، اذا كيفاش حنا غنعطيو واحد الصوره وحنا مع الاسف لذلك حنايا هذيك المؤامره الخارجيه دابا مش ساهله باش نرميوها حنا عاجزين، واحد ما يقدش يدير بحال واحد ما يقدش يدير الاكرام يصدق وما يقدش يضحي ما يقدش حسد من انفسه يحسد هذاك الانسان اللي كيدير هادشي في الوقت اللي خصو يفرحو ويدعي معاه ويعاونو، انا ضعيف هاد ما وصلتش هاد المستوى ولا
يبقى يحاول يحطم هذاك الانسان اللي عنده هذه القوه. فاحنا هذا المشكل الوقت خصنا نقضوا الضعف ديالنا، نقضوا المشاكل اللي حنايا ماشي في المستوى، خصنا نقولها صراحه. النقد الذاتي هو احب حاجه باش تصلح راسك. واحد ماشي يقول ما يقولش انا مريض اما ما يداوى، خصك يقول انا مريض كي كذا 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 مشات ها عندي خصني هذه المشكله اللي مريض هذه خصني نداوي هذا الشيء. مع الاسف حنا السؤال اللي كنسولوا معاه يجوا في القهوه يجوا بعض الدعاه وكذا، السؤال وحل الحرام وهذه كاع نعرف هذا الشيء، ولكن هما علاش كاع هذا الشيء؟ واحد خدام في الحلوف كيقول له يسول على صاحبه باش باش ينوض الصداع، المراه ديالو دازا مع المراه، وي شي مسائل يعني شي مسائل تافهه. في الوقت اللي خص يقول يا شيخ حنايا فيا النميمه كيفاش ندير باش نقلع هذه النميمه؟ حتى واحد ما غايسول هذا السؤال، لان كلهم صالحين كلهم، لان ما كاينش النقد الذاتي، النقد الذاتي ما يمكنش حنا عندنا يعني وصل حتى واحد المستوى تاع الجهل. ان بعض المرات انسان يجي من الصحافه ويجي يقول لك لا ما تخليش يدخل يصور عندنا، وهذا اللي غادي يجي غادي يدير، انا عارفهم جريده هنا معروفه الله ينور، كتجي غتهضر على الاسلام وغادير واحد المستوى غادي يعطيه ليه وكصحهم، يعني ما كيدير ماشي هذاك الشيء بحال الصحابه اللي يكتبوا عليك لا لا لا، هذا انسان ثقه وكاع قبل ما ينشرها كيصيفط عليك يقول لي جمال صحي لا شي حاجه ما عجبتكش يقول لي محيها وكذا كذا، وغيدير واحد الدعوه اللي ما هو ما هذاك السي ما دارهاش غير باش يجمع فلوس ما عندوش علاقه كاع، وكيجي كيقول لك علاش كيدخل هذا يعني شي مسائل كيفاش كيفاش تناقش مع هذا. اولا قلت الوعي يعني كاين عوامل كثيره صعيب باش فالاسلاموفوبيا ماشي يقول لك جانب واحد، كاين اسلاموفوبيا كاينه وغتكون ازدياد مع اليمين المتطرف اللي صعد في اوروبا مع الازمه جات زاد بعد 11 سبتمبر كانت